وهو زميل فاش كيجي واحد العمل ومن بعد واحد المدة اللي ما كان سهلة باش يتنجز هذا العمل مع واحد فريق كبير مغربي. كانت صعوبات كثيرة، صعوبات من الناحية المادية باش نحاول ندير يعني هذاك الحلم اللي كان عندي وهذاك السيناريو اللي كان على الورق وتم نديرو على 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 في ليماج. وكنسالي في مهرجان طنجة ولا مراكش وكنشوف هاد ردات الفعل ديال الجمهور، يعني هذيك الصعوبات كلها كتنسى وكنكون فرحان اكثر فاش كنشوف الفنان الطاقم التقني والفني اللي حتى هو عاجبو الحال. كنقول الحمد لله وصلنا للهدف ديالنا، وهذاك المجهود اللي كان ما مشاش غير مجانينا ودا مجانينا ودا، يعني كان النتيجة وكنشوفوها في عيون ديال الجماهير. بزاف الحوايج اللي من بينهم يعني اي مجتمع باش يزيد القدام خصو يتصالح مع الماضي ديالو. كاين واحد الجيل ما كيعرفش هذيك الفتره، وانا من دوري كفنان خصني نتكلم على هذيك الفتره باش الامور ما تبقاش عاوتاني تتكرر. الحمد لله درت هذا الموضوع لسنوات رصاص اللي الحمد لله درته في المغرب، وانا كنتمي لهذا البلد اللي دعمات هاد النوع ديال الاعمال. لان كاين واحد لوتو كريتيك ولا نتكلموا على واحد واحد حقبه سوداء في التاريخ المغربي وتكون مدعمه من الدوله، هذا شيء جميل وصعيب باش نلقاه في الدول الاخرى. يعني بحال هذا الفيلم اللي عملت بلا ما يموت، صعيب باش نديرو في الدول المجاوره ولا في الدول العربيه اخرى. وكنحمد الله على هذا الشيء هذا اللي عندنا في البلاد. وهو السر هو الصدق في تناول العمل. يعني انا كنعمل الفيلم وكنفكر باش ماشي غير راسي، باش يكون ان بارطاج نشاركوا مع الجمهور، واي حاجه كتجي من القلب بسهوله كتوصل للقلب الاخر. هو فيلم ماشي سياسي، هو فيلم انساني، وكل ما هي انسانيه كتمس اكثر الجمهور. بزياده على هذا كان الشكل ديال الفيلم اللي هو كيحكي تكلم على واحد فتره سوداء واللي محكيه بالوان كثيره. ما كاينش هذاك الخطاب المباشر، كاين ناس شخصيات اللي ما عندهم حتى علاقه بالسياسه ولكن مشاو ضحيه لواحد لهذيك الفتره. الفيلم محكي من الزاويه ديال الطفل، وهذاك الطفل يقدر يمس اي طفل فينا احنا. انا ما كنطلقش الموضوع، انا كنطلق من الانسان. يعني بالنسبه لي الانسان هو اللي كيدير الموضوع، ماشي العكس. واي حاجه منطلقه من الانسان بسهوله باش توصل للجمهور. ما عنديش انا هاد الحسابات ديال قسمتنا ولا هاد الموضوع لان خاصو غيتمشى ولا خاص. نو، انا لي بيرسوناج هو اهم حاجه عندي في القصه، لانهم كما قلت هما اللي كيديروا الموضوع. احنا نقدر نقولوا في مرحله البناء، ولكن البناء مزيان. يعني كنشوفوا كثره الافلام، كنشوفوا واحد الجيل الصاعد اللي مهم وغادي يقول الكلمات ديالو غد. كاين بعض الجوانب اللي خصنا يعني نخدموا فيها اكثر، هو الجانب ديال الانتاج، الجانب ديال التوزيع،
لان الفنان يخدمته هو يدير العمل الفني، وكل الحوايج اللي دايره بهذا العمل خاص ناس اخرى اللي تكلف بها. الدوله دايره الدور ديالها، كتعطيك الامكانيات انت كفنان، هذوك الامكانيات كتصوب بهم عمل فني. من بعد خاص الناس اللي يسوقوا هذا العمل ويديو يسافروا به عبر العالم، لان هذيك الرساله هي اللي خصهم يديوها ويدوروا بها وينستاليو لي فيلم مام بارتو في تو لي فيستيفال دو موند. هذاك العمل صعيب باش نديرو، انا خدمتي هي ندير العمل، وانا مضطر كندير الانتاج لان صعيب باش نلقى شي حد اللي يمشي معايا في هذا النوع ديال الاعمال. الوغ كما كنقول الحلم ديالي كيتقام غالي، والوحيد اللي يقدر يساعدني ويمشي معايا لقدام هو نفسي، هو راسي انا. انا كنت اقترحت الفيلم لبعض المنتجين اجانب من فرنسا، كانوا شافوا الفيلم القصير ديالي، عجبو من بو لونيفير وعجباتهم القصة، ولكن كانوا باغيين يدخلوا في السيناريو، يعني كانوا باغيين يدوزوا شي امور في السيناريو اللي انا ما تقبلتهاش. اذا كان عندي اختيار، اما ناخذ الامكانيات من عندهم وندير هذاك لو شونجمون اللي كانوا في السيناريو وندير داكشي اللي كانوا باغيين هما، ولا تبقى عندي الحريه الكامله، ولكن غادي يكون عندي صعوبات باش نلقى الماده. الوغ فضلت الجانب اللي هو بلو ريسكي، يعني تبقى عندي الحريه ديالي وندير السيناريو كما بغيت ونحكي الفيلم بالطريقه ديالي انا، وتكون عندي الحريه الكامله، ولكن بصعوبات باش نلقى الامكانيات. هذيك حاجه اخرى، والحمد لله جافي ان بو ريزون، لان فاش كنشوفوا النتيجه ديال اليوم وكنشوفوا هذه الجوائز كلها كان عندي حسن الاختيار، زعما كنت درت حسن الاختيار. هي هما كيبغيو يشوفوا الفولكلور، يعني يشوفوا المغرب كفولكلور. هما الناس كياخذوا لي ديسيدور ديالهم، ماشي دي سبيكتاتور مي سي دي فوايور، يعني خصو يشوف شي حوايج باغي غير يشوفها هو وباغي هذا. الوغ حنا انا الهدف ديالي نحكي واحد القصه انسانيه بواحد الشاعريه، ما عنده وما دخلش في هذيك الحسابات، انا ما دخلش فيها. انا عندي مشاريع كثيره ولكن ما دخلش فيها المثليه، لان المثليه انا كنطلق من كما قلت لك ماشي من الموضوع ولكن من الانسان. انا عندي مازال مشاريع كثيره، غير ان شاء الله غير بغيت نصوبهم بعد، هذا هو الاهم حاجه.